جديد لدوري روشن، والمرة الثانية في تاريخ رياض محرز وفي قلب الهجوم. غسالة تتعلق بالقلب بالتأكيد في موسم جديد. أهلا بكم، هو إياكم هذا الموسم فادي برال. مباريات كبيرة كبيرة من أجل مراكز متقدمة، طموحات بأن يقدم كل فريق أفضل ما يمكن. كانت متواجدة في الموسم الماضي رياض بلمسة واحدة، رياض بكرة واحدة على اليمين، ما جرى شيء، محاولة مرور لكن التغطية أمام أكلات. موسم ليس بالأمر سهل لكل فريق في قمة مستواه. الأهلي ثاني مباراة بعد مباراة السوبر، كرة جميلة بالنسبة للعروبة، كل شيء قبل أن تصل وأكثر اقتراب من المرمى. رياض بكرة عرضية خطيرة طير من قدم باك أمري، ويجا قوية لكن أمر من قمة الدوري، كرة أمامية بينية خطيرة، انطلاقة حلوة وفرصة أولى يا المتناول لكن أضعت العروبة، يخطف المرتدة مرة أخرى العقاب. ورياض في الجهات اليمنى، هنا إلى رياض في هذه المحاولة لمصعة النادي الأهلي. رياض يلعب الكرة مع بيجا، حلوة بالكعب جميلة إلى رياض باليسرى، تسديدة لكن أصل جهة اليمين، لمسة إلى رياض دياب، كرة تصل لكنها بعيدة على محرز. يكون فريقا في أفضل تركيز بالذات على مستوى المناطق الخلفية لإبعاد كل الكرات الخطيرة، ومحاولة بعد ذلك خطف أي مرتد. ساهم محرز في تسجيل وإبعاد بعد ذلك لكن أقرب إلى كيسي، لمسة إلى رياض، لذلك إلى فران كيسي. محرز يحاول على حدود منطقة الجزاء، محرز أمام أكثر من كرات للمهاجمين. رياض فيرمينو، فيرمينو بيني على ديميرال، ما جرى شيء، تحرك أيضا من جانبي وإبعاد من الدفاع. رياض حط على الطائر لك، تصل بعد ذلك على جهة اليمين لمصعة رياض، حلوة في الجهة اليمنى خطيرة بوبي فيرمينو. ركنية أولى كانت في متعب أيضا، وانتظار لكيسيه بكرة عرضية، وهو سيكون خيار رهيب جدا لمصعة فيرمينو. جهة اليمين خطيرة إلى رياض، محرز في هذه الأثناء بالمهارة، محرز بكرة عرضية جميلة مرة، كرة الساحرة الممتعة الجميلة المذهلة، عرضية كوبري ويغا بالرأس، لكن ليعول عليه الأهلي كثيرا على خبرته وكأس العالم الأندية من قبل في ليفربول، مطالب بالكثير في ثاني مواسم. تدخل تصل إلى رياض، جهة اليسار محاولة لمصعة، جهة اليسار عند العروبة فيها مشاكل أكبر أمام محرز. رياض بكرة كيسية، حلوة حلوة جميلة، ورياض بتسديدة، يا الله البارعة الجميلة المرتاحة لرياض، حطها محرز بين القدمين. فرانكيسي تغير اتجاه اللعب في جهة اليمين، حلوة باتجاه رياض، تحرك بجانبي كيسي، حلوة اللقطة خطيرة، الرئيس مر وكيسي تسديدة، يصنع الفرحة الأولى، كل شيء من رياض، كيسي بالقوة والراقي في المقدمة، الهدى العروبة لا شيء. رياض حط كرة باتجاه فرانكيسي، محرز مرة أخرى، الساحة رياض محرز. خاطئة الكرة تصل إلى دارسي، خطيرة إلى رياض، والثاني والثاني ضاع من محرز، غريبة غريبة هذه اللقطة، غريبة. فيرمينو لدارسي وبعد ذلك على أعتاب المرمى تقريبا رياض، الكرات الصعبة لكن هذه اللقطة تضيع بلمسة إلى رياض، محرز ديميرال جهة اليمين عند رياض محرز للنادي الأهلي في سي، تبرير ترابط أكبر بين عناصره في انتظار هدف ثاني لتأمين النتيجة، واللعب بعد ذلك بفنيات أكثر بمهارات أعلى وبتركيز أعلى، هذا ما يبحث عنه. حاول ديميرال بكرة تصل بعد ذلك إلى رياض، عودة على جهة اليمين إلى رياض، محاولة في الجهة اليمنى، يحاول رياض، يمر رياض، يبحث عن التمريرة جميلة في جهة اليمين، تصل إلى بجرشي، كرة عرضية خطيرة. شوط أول أهلاوي بالكامل بالطول والعرض، محرز بتغيير اتجاه اللعب، قابري بالانتظار من جانبي قابري، وكرة باتجاه رياض بالكنترول العادة بالمهارة العالية بالتمريرة الجميلة، والتسلل مثير الجدل بصراحة في لقطة رياض محرز، وبالتالي في وسط الميدان عند رياض محرز، لم يغير شيء العروبة. طويلة رياض في الانتظار في التحضير، يبحث عن تمرير كرة تصل بعد ذلك، ما جرش، الدفاع تدخل، الدفاع يتواصل، هنا رياض محرز يبحث عن التمريرة، يحافظ على كرته، يمر بمهارة من القميص لزملائي كيسيي بانيز في هذه اللقطة،
مع الكرات العرضية الرائعة التي تخرج من قدم رياض محرز، كرة طويلة خطيرة جاءت خلف المدافعين ولكن كرتها جاءت بعيدة على المرمى. من الإمكانيات للدفاع دارسي حطها لرياض محرز قوية، دفاع وتحولات إلى ركنية اتجهت، يستمر هجوم النادي الأهلي واستمر نتيجة 1-0. فلا زال العروبة للأمام، جايتن كنها مرت من الجميع، تصل بعد ذلك إلى رياض باليسرى، رياض قوية في زحزحة النادي الأهلي عن طريق رياض، تحرك من جهة اليسار، محاولة تبقى لمصلحة رياض محرز من أجل اختراق الدفاع. هنا بوبي فيرمينو قوي، أتي كيسيه لمسة ومحاولة الوانتو معرفة، يخرج بواتينغ سطار خيار قادم، بينما الأهلي يحاول في هذه الأثناء بكرة، كرة جاءت بالخطأ لتصل بعد ذلك لفرانك كيسيه، كيسيه إلى رياض محرز يحافظ على كرته، كيسييف على اليسار، محرز بكرة باتجاه انتظار على جهة اليمين، محرز يتصل إليه الكرة في مكان خطير، رياض مر، رياض مر، رياض يحاول داخل منطقة الجزاء وكرة إلى كيسييف حلوة، والثاني يا بوبي، الثاني لبوبي فيرمينو خلصها الساحر البرازيلي، فيرمينو للثاني علي، الثاني عن طريق بوبي فيرمينو رشيدي وفهد الرشيدي الآخر، وكرة رياض بعمل ساحر وبتمريرة لكيسييف لم يكن فيرمينو، تصل بعد ذلك إلى رياض محرز، فيرمينو جدا لروجر إيبانيز إلى رياض، متعني يا رياض اللقطة الأخيرة لتصل إلى محرز، أهلي وصل، برناوي بكرة عرضية بعيد عن الكل، محرز وين؟ رياض يتدخل، صعب اللقطة، بعودة للوراء، رياض، فيرمينو، محرز مرة أخرى، فيرمينو، كيسي على الجهة اليمنى، ما رأيكم بالثالث؟ رغبة أهلاوية في ذلك، كرة تصل لبوبي، بعد ذلك إلى محرز، حلوة طويلة لكن الدفاع